هذا الملتقى ملتقى الأصايل في هذه الأمسية الجميلة هنا في مهرجان ولي عهد دبي. هناك أيضا نرحب بهذه الشعارات، نرحب بهذه الأسماء القادمة من كل حدب وصوب، المشاركة المنطلقة الباحثة عن الناموس. يا هي مال انطلقت أسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. البداية والمقدمة هذه حدث الصغير من عبد الله بن بدر العامري من يتقدم مع البداية الأولى، النقلة إلى المركز الثاني والوصول والتقدم. هناك من شعار فايز بفعي بن مصبح الاكتبي يتقدم مع المركز الثاني، ولكن أشوف أوزان حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم مع أوزان المركز الثالث. الوصول والتقدم هذه سلهود حمودة بن سلطان بن ناصر المقبالي، النقلة إلى المركز الخامس. ياهي شعارات ياهو زحفة بدأ التقدم في هذا المسار الجميل. هذه مهمة عتيق بن محمد بن خليفة العمامي المركز السابع. سابع التحديات من نجاح محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، بينما هنا الوصول والتقدم مع المركز التاسع. المركز التاسع القادمة هنا فيافي أحمد بن غدير العامري المركز العاشر، والوصول والتقدم في هذا المسار. الله 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 شعارك يا بن منانة. من يتقدم هنا؟ أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة يتقدم مع المركز العاشر. هكذا النتيجة، هكذا النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة هنا بشعارات مختلفة بأسماء مميزة. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. 2 كيلومترات ما تفصلنا عن ناموس هذا الشوط بقيادة مهمة عتيق بن محمد بن خليفة العميمي العميمي. من يأتي مع البداية؟ ولكن الله الله هذه مهمة. المركز الثاني القادمة مرموقة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي اللي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من نوع سليم بن حمد بن سالم الاكتبي. هناك شعارك يا بن سليم. بينما المركز الرابع، بينما الدخول الوصول الحضور في هذه اللحظات اللي حضرت هنا فيافي أحمد بن غدير العامري، ولكن من اللي غير رعم صيحة؟ الوصول والتقدم في هذا المسار. هذه هيبة. هناك أيضا أدغيش بن محمد بن سالم من يأتي هنا في هذا المسار. المركز السادس القادمة سلهودة حمودة بن سلطان بن ناصر بن حسان المقبالي. ولكن هنا نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة الأولى. مرموقة مرموقة هي من تغير على البداية الأولى. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم مع مرموقة مع المركز الأول في هذه اللحظات. وصلنا مع الكيلو متر الأخير. الكيلو يا أهل الحجايج، يا أهل الحجايج هنا في هذا المسار. منصة المرموم بانت والناموس يحتار حاير وطاير ما بين الأصايل. هذه هيبة أدغش بن محمد بن سالم من يتقدم هنا مع هيبة 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 على الصدارة وعصاها في الأبطان. عصاها في الأبطان ما حركها، ما قالها شو هنا على البداية الأولى. يا سلام يا سلام على هذا الرقص، يا على هذا الرقص الجميل. دغش بن محمد بن سالم هنا بن جميلة من يتقدم على البداية. ولكن الله 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 الرميثي قادم. شعار ابو محمد، شعار اهالي الخزنة، الساعة الساعة الساعة. ولكن من القادم، من اللي غير
هناك أرصاد، أرصاد يا بالطير أرصاد، حمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري 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 على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. هناك أيضا لها نقطة في أرضية ميدان دستور، هناك هنا على البداية الأولى، والسلامات إلى الهير جودفرنج، الهير 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 سلام يا الهير سلام على هذا الفوز الجميل والمميز. أرصاد أحمد بن عبد الله بالطير العامري المركز الثاني، الساعة خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميه المركز الثالث، الواصلة مرموقة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي المركز الرابع، وصلت هنا هيبة هناك أيضا دغيشة بن محمد بن سالم، بينما المركز الخامس الوصول هناك أيضا من شعر خميس بن سالم المنصوري. أعود إلى التوقيت الزمني 5:52 ست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أحمد بن عبد الله بالطير العامري على فوز أرصاد، والسلام إلى هالي الهير المركز الثاني. 5:53 أربع أجزاء من الثانية وصلوا أهالي الخزنة مقدمين لنا الساعة. خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي ما قصرت هنا، بينما المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره اللي هي مرموقة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. هناك أهالي زاخر 5:53 تسع أجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس لكل الفائزين والحاضرين في هذا المهرجان. بسم الله.